تطبيق ربحي متواجد على متجر بلاي ستور، لديه أكثر من 4.5 نجمة من أصل 5 نجوم، وأكثر من 15,000 شخص قام بتقييم هذا التطبيق، ولديه أكثر من 100,000 تحميلة. إنه تطبيق وين ريال موني كاش أبي بي جيمز. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة Profit in the World. إذن من خلال هذا الفيديو إن شاء الله راح نقوم بشرح لكم هذا التطبيق الذي شاهدتموه في المقدمة، نشرح لكم بالتفصيل طريقة العمل، طريقة السحب، وأيضا كيف يعني تقوم بالربح منه. فشكرا لأكثر من 11,100 مشترك على القناة، شكرا جزيلا، شكرا أيضا على دعمكم. مباشرة راح نتوجه إلى الشرح الخاص بنا. سوف تجدون رابط تحميل التطبيق أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق متبادل. بعد التحميل لك للتطبيق والدخول إليه ستظهر معك هذه الواجهة. كل ما عليك فعله هو ضغط على خيار Next. بعد ذلك راح تظهر معك هذه الصفحة، تقوم بالضغط على خيار Next، ثم بعد ذلك راح تقوم بالضغط على خيار Start بهذا الشكل. راح تظهر معك هذه الصفحة، راح تقوم بالضغط على خيار Agree to all privacy terms، وبعدها راح تقوم بالضغط على خيار Continue. بعدها مباشرة راح تظهر معك هذه الصفحة، يقول لك أنه لا تستخدم الـ VPN على هذا التطبيق. راح تقوم بالتسجيل بواسطة الإيميل الخاص بك. بعد ما تسجل راح تظهر معك هذه الصفحة، تقوم بالضغط على خيار Accept، وراح تحصل على 7,000 نقطة كهدية في الحساب الخاص بك. إذا كما تلاحظون هذا هو الحساب الخاص بي على هذا التطبيق. إذا سوف نشرح لكم كل شيء بالتفصيل. بالنسبة للخانة الموجودة في الأسفل لدينا الخانة الأولى وهي Statistic، معناها الإحصائيات الخاصة بحسابك. بالنسبة للخيار الثاني وهو خيار السحب راح نتكلم عليه. بالنسبة لخيار Play وهو يعني الربح من هذا التطبيق، سوف تقوم بالضغط على خيار Download Games New بهذا الشكل كما تلاحظون. هنا مباشرة راح يوجهك إلى صفحة شركة Play Time. هذه الشركة معروفة ومشهورة أيضا، تعطيك عروض تحميل تطبيقات والدخول إليها وفقط يعني استخدام هذه التطبيقات، وراح تحصل على النقاط، وهذه النقاط يمكنك تحويلها فيما بعد كما قلنا إلى رصيد سواء PayPal أو رصيد Payeer. إذا كما تلاحظون هنا راح يطلب منك لو قمنا بضغط على علامة التعجب راح يقول لك يعني قم بتحميل التطبيق، قم بفتحه لمدة دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق، 5 و10 و20 وهكذا. راح تقوم بضغط على خيار Play New بهذا الشكل، راح يوجهك على متجر بلاي ستور، راح تبدأ في تحميل التطبيق. بعد تحميلك للتطبيق راح تبدأ يعني تدخل على التطبيق وتتركه يعني يشتغل لوحده، فبالتالي راح يجمع لك الدقائق، وهذه الدقائق راح يتم تحويلها لك إلى نقاط. يمكنك ربح أكثر من 2400 نقطة من خلال هذا العرض. إذا بدأت في عرض واحد سوف تظهر معك عروض أخرى. بالنسبة للخيار الذي بعده وهنا يعني يعطيك بعض الإحصائيات الأخرى الخاصة بالأشخاص الذين الأكثر يعني ربحا في هذا التطبيق. الخيار الذي بعده هو الربح عن طريق دعوة الأشخاص. فكل شخص هنا يعني تقوم بدعوته سوف تحصل على 10% من الأرباح الخاصة به. هنا يعطيك كم من شخص قمت بدعوته، كم ربحت من كل شخص، وأكثر شخص قام بدعوة الأشخاص في هذا التطبيق هو الشخص رقم 1، تحصل على 939 دعوة. الشخص الثاني 564، الشخص الثالث 497. راح تقوم بالضغط على خيار Click to Share بهذا الشكل، راح يعطيك رابط الإحالة الخاص بك بهذا الشكل كما تلاحظون. راح تبدأ في نسخ رابط الإحالة الخاص بك، وكل شخص راح يعني يقوم باستعمال التطبيق الخاص بك سوف تتحصل على 500 نقطة في الحساب الخاص بك مباشرة. إذا سوف نأتي إلى خيار السحب بهذا الشكل هكذا. إذا لدينا في السحب كما تلاحظون لدينا في الخيار الأول لدينا البايبر ولدينا بنك الباير. بنك الباير ربما يعني حاليا هو غير موجود يعني قيد التطوير. أما البايبر فكما تلاحظون 5 دولار تساوي 56,218 نقطة. مباشرة بعد ما تحصل على هذه النقاط راح تقوم بالضغط على خيار باي اوت، وتقوم بإضافة حسابك على باي بال وتبدأ في عملية السحب. لدينا أيضا بطاقة جوجل بلاي. أيضا هنا إذا كنت تريد شحن الألعاب الخاصة بك مثل لعبة بابجي، وأيضا لعبة فري فاير كما تلاحظون، وأيضا لعبة روبلوكس. أيضا هنا إذا كنت تريد شحن حسابك على التيك توك أو سبوتيفاي، ف
فتقريبا هذه هي فيما يخص طرق سحب. طرق سحب مختلفة متنوعة وكثيرة جدا. إذا كان هذا هو فيديو اليوم الخاص بنا لنهار اليوم، لا تنسوا تعملنا بلايك وشير. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.